لو الحكاية فيها إن فيديو اللي فيها، ولكن تبين أن في التقارير الحسابية، تقارير الفضل الحسابيين، أن فيها بعض النقاط يجب مناقشة الخبراء فيها. يعني في حاجات في التقارير يعني لازم المحكمة أنها تناقش الخبراء فيها. لذلك حيث تبين المحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوة وما فيها من أوراق وتقارير حسابية، وأنها وصولا منها إلى وجه الحق في الدعوة واستدلال بعض النقاط الحسابية بها، لذلك قررت المحكمة إعادة الدعوة للمرافعة لجلسة 5/3/2019 لمناقشة أعضاء اللجنة المشكلة بموجب الحكم التمهيدي الصادر لهيئة سابقة، وهو السادة نرمين منير وعبد الحكيم خميس من أعضاء إجلال المركز المحاسبات، والسيدة منال هنداوي عضو وزارة المالية، وعلى النيابة أعلنهم بالجلسة المحددة وتنبه على التأمين بالحضور لتلك الجلسة. التأمين أي حد عايز يناقش مع المحكمة التقارير الحسابية أو لبحث في النقاط اللي هتناقشها فيها المحكمة يستعد لجلسة 5/3 والنيابة تعلن.